لما وافقت تقابلينا في بيت عم ابو نهر فرحت ونسيت انا عاوزك في ايه، زي ما يكون الهموم والاحزان اللي جوايا انزاحت عني بموافقتك. يعني انت فرحت بيها حنة وانا لا؟ لا لا يا عم نهر، ده انت الخير والبركه، انت فوق راسنا من فوق، ده انت مننا ولينا، ده انت بتحضرنا في كل مشكله صغيره وكبيره. يعني تقصد ان انا اللي غريبه يا عم حنة؟ الله يكرمك، ده انا كنت بشوفك من وانا عيله قد كده. لا هات والدك الله يسترك، اوعي توقعيني في غلط، حضرتك كل في الكل. خلاص يا سيدي نعديها المره دي. قولي بقى ايه الحكايه. مارينا، مارينا بنتي عاوزه تروح الدير تترهبن، عاوزه تكسر فرحتي بيها، مش عايزاني اشوف عوضها وتونس بيها، ولو خلفت بعيد عايزاني انا وامها واخواتها ما نفرحش بيها. قال ايه؟ عايزه تشيل عن كتفي عمولها وتعبها. هو برضك يا حنة اخويا البنت جدعه واصيله اهي. الحقيقه يا عم حنة انا مش عارفه اقول لك ايه، انا سمعت ان طريق الرهبنه صعب وكله مشقه ومش اي حد يقدر عليه. ايوه تمام تمام، اهم حاجه يا مارينا يا بنتي انك تكوني داخله عن اقتناع، عن اقتناع بجد. ايوه عن اقتناع، مش هربانه. هربانه من ايه؟ من كل اللي شافته في تل شبوره، الجوع والفقر، من العوز، من الفساد. مارينا شايفه ان انا مش عارف اشورها واشرفها زي بقيه البنات اللي من سنها. ده رايك واحساسك ولا هي قالت كده؟ جريه مريه، جريه بنتي تعدى ساكتك كده ليه؟ ما تتكلم. بعد اذنك يا عم ابو نهر، لما ابويا يخلص كلامه ويسمح لي ان ارد. لا انا شايف وحاسس اللي في قلبها، حاسه بجوعي وفقري. الورشه ما بتجيبش فلوس خلاص، من ساعه ما طلع الجاهز الناس مش عايزين تفصيل. وبعدين انا عارف انها حتى لو راحت الدير ممكن ما تكملش وترجع لي تاني ومكسوره اكتر من الاول. انا عارف انها عايزه تعيش مع ربنا، وربنا دي اجمل حاجه في الدنيا وعقبه كبير قوي. بس دي بنتي، بنتي الوحيده، اعمل ايه حضرة العمر؟ نسمع منها يا عم حنة، اهي قدامنا واللي رايده ربنا يكون. ونعم بالله. ايه يا مريم؟ ما ابوكي خلص الكلام اهو، كلمي بقى يا بنتي. حاضر، بعد اذنك يابا. اكيد انا مقدره ويعز عليا اللي انت فيه ده، بس اللي انكوى بنار العوز والفساد هو اكتر واحد هيحس بيهم، وعشان كده اني اكتر واحده هتحب انها تساعد اللي انكوى بيهم زي يابا. اني بحب خدمه الناس، واللي بيخدم الناس يبقى بيخدم ربنا. كل ما فعلتموه مع احد هؤلاء الصغار فبيه فعلتموه. أني بحب أخدم الناس، أني بفرح لما بشيل هم عن أي حد، قلبي بيدق لما برسم ابتسامة على وش حد، روحي بترفرف لما بطبب أي حد أو أشيل عنه ألم. يابا هو أنت مش عايز نفرح ولا إيه؟ لا ده أنا ضيع عمري كله عشان تبسمي. يبقى سيبنا نفرح يابا، سيبنا نخدم الناس، سيبنا نخدم ربنا. اعملي كوباية نسكافيه تروق بالك. لا كوباية لبن دافية عشان هنام للأبد. مش هتنامي؟ خير. اوكي
اعتقد كده اعملك بقى مج نسكافيه لبن. اوكي شمانت الله لا سيك يا عم. العب العب طبعا. عرب السكه دول ضيوفني محدش قال حاجه يعني، واكرام الضيف واجب. ممكن نسيبهم يجيبوا جون اثنين لكن يكسبوا لا عندي الكلام ده، محدش هيكسب عندنا غير تاني شبور. انا احب اللعبه المحايده واحب اكون يعني ايه واضح وصريح وانا بشجع اهل بلدي. ومعانا مواطن تاني بيقول لي عبد الرحمن هتنزل بدون عبد صبيه. انا فرحه اول الشهر. ما توريني العمده فركش الجواز ازاي يا عم؟ انت عارف تتجوز لما تروح تباص الكوره يا عم. العب العب. ليفربول كسبت ومعاها مو صلاح واحد، فاحنا حضانا هنا خمسه مو، مو شبوري ومو ميسي ومو شوال ومو رجب ومو رمضان. كلهم بيلعبوا في ارض واحده وكلهم هيكسبوا باذن الله. احنا مش هنعدي النهارده الماتش الا لما نكسب. ايوه الكره اهي، الكره اهي. اجري يا مو يا مو شبوري. ايوه يا مو شبوري. مو شبوري صراحة كده. خايف مش قلقان؟ ايوه ياما نصحناها ومفيش فايدة. دي ست محترمة واجدع عمدة اشتغلنا معاها، وبعدين دي كريم عارفة البير وغطاه وما بتدخلش مكافآت من جيبي وجيب العمودية. هما الفوارسة واكلين خير البلد كله في بطنهم. انت عارف يا ضو، هي لا تعرف شغل الفوارسة ولا لها فيه من أساسه. صحيح. وقال إيه؟ عايزين يقطع على الطريق. ده احنا هنتشلوح بكرة، نرجع لغلب الدهايشة وكيلو اللحمة اللي بيحدفوه للناس أول كل شهر. أنت بتسمي الشغل ده لحمة؟ أنت عارف بس لو العمدة تسمع الكلام وتسكت وتعرف إن الناس ما بتجيش كده ما كناش اتوحنا الوحلة دي. وانت رايك يا مستشفي في الناس اللي هتنزل ضد العمده صبيه الفاق؟ انت مش كنت لسه بتقوله ان دي مرات خواجه وجايه كسب البنات وتقوي الستات؟ واحنا اللي بنقول، هم اللي بيقولوا يا ابني. هم مين دول اللي بيقولوا؟ وانت رايك في دعوه النزول؟ البطوله هي اللي جابتها وهي اللي مشتها، مالناش دعوه يا عمنا. رد عليك. لما وقفت طول الليل على حيلها مع العيال اللي عضتها السلعوه قبل كده ما كانتش تعرف ان الله حق يا ضلالي. واضح ان الديربي النهارده اتحول من مباراه كرويه لحرب فكريه ما بين اتباع العمده صفيه والفريق المنافس. والعوافى عليكم. وهي كانت عملت ايه؟ تقول لهم روحوا اكتبوا عرفي وزوروا اسامي عيالكم وانا زغرت لكم؟ ده هفارم عليها امار. هي اصلا عارفه مصلحه الناس اكتر منيهم ذات نفسيهم. وبعدين يا اخويا منك ليمها على ايديكم، شافت بعينيها وسمعت بودانها المرار الطفح اللي هم فيه. واللي عايزين يوقعوها دول حتما ولابد كارهينها. كارهينها؟ دول كارهين الخير للبلد واللي فيها. سكت مراتك يا شعلان. اتسكتها انت مش اختك دي؟ اه انا مستلمها منك كده بلسانين. انت زعلان على العمده ولا زعلان على جوازة بنتك اللي هتبوظ؟ الاتنين يا لمضة. إن كان على جوازة البيت تتأجل سنة سنتين ما جراش حاجة، لكن اللي زي العمدة دي والنبي ما تتعوض تاني. ما تقوله يا شعلان. وعلى كماتش مانتي شو واتفرجوا من جديد معنا يا جماعة، ومعنا أحد المواطنين اللي تابعين للسيد العمدة. تحب تقول إيه للناس اللي عايزين يمشوا العمدة بعد ما قررت انها تمنع جواز الكاسرات؟ رد بسرعه وقول. الهي تنسف عمرهم ويتشلوا في رجليهم اللي عايزين ينزل. حلاوتي ما تكتبي عليا.
انت مرض كفير رسمي. ايه؟ فور يدي على سر من هنا يا شمندي يا معفن. فور يالك كتير منك بقى بجيني يا لغور. اذا